السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. طبعا زي ما عودتكم بنحب نشارك معاكم كل حاجة إن شاء الله بنعملها في المزرعة. طبعا الغنم اللي كانت هنا اتباعت ودخلنا إن شاء الله شوية بهايم شوية بقر. طبعا زي ما قلت لكم أنا تاجر بالدرجة الأولى، بشتغل في المواشي، بشتغل في الأغنام، ومربي في حالة ركود السوق. في حالة السوق نايم لازم تشتغل. هتشتغل في ايه؟ هتجيب الحاجة الرخيصة وهتعلفها، بتدخل على التربية. المهم ما تقعدش فاضي. فأي حاجة معانا جديدة إن شاء الله بنشاركها معكم على القناة عشان الكل يستفيد ويشوف الحاجة عملي بتطبيق عملي قدامه صوت وصورة. زي ما قلنا فيديوهاتنا كلها عملية مش كلام نظري. دول ما شاء الله طبعا دي جاموسة لوحديها بطولها، هنا ثلاث بقرات والدين. لاحظ دي ثلاث بقرات والدين وراهم ثلاثة اهم ذكرين ونتاية. النتاية اللي في نص دي الكبيرة النتاية ودول ذكرين. النتاية دي طبعا دي لسه بتنظف، شايف ده تنظيف الولد، والدة من حوالي خمس ايام اسبوع. هي البقرة دي لاحظ شايف التنظيف بتاعها باين اهو، ده تنظيف، وحتى لونه على الشعرة ده الدم، تنظيف ما بعد الولادة، مش مرض ولا تعب ولا اي حاجة. شايف في ناس تقول لك البيمة بتولد ولها اسبوع 10 ايام، دي بتاخد حوالي 15 20 يوم على هذا الحال تنظف، ما فيش منه اي خوف. شوف هتلاقيها في الارض كده، في البداية بتلاقي بكميات كبيرة وبعد كده بيبقى بكميات صغيرة، من باب العلم بالشيء بس مش اكتر. الناس اللي بتربي بهايم والدة بتولد فاهمة وعارفة الكلام ده كله. المهم انا حبيت ان اقول لكم ايه المتواجد عندي في المزرعه حاليا، بس طبعا انا عارض للبيع يعني ان شاء الله، وفي حاجات في زباين ممكن ان شاء الله تيجي تتفرج بكره او بعد بكره. بس لاحظ شوف البقره ضعيفه ازاي، شايف الضعف؟ طبعا واضح عظمه الحوض واضحه، هي يعني مش محتاجه اللي مش فاهم اهي واضحه، وشايف الريش بتاعتها، شايف الضعف. احفظ الصوره دي عشان البقره دي لو قعدت هنتفرج عليها، اللي حابب يتابع ويعرف شوف التغيير الرعايه والعلف بيعمل ايه. بس للاسف وارجع اعيدها لك، لو قعدت انا عاوزك تخزن، تعرف الفيديو تعمل له علامه تخليه في ذاكرتك ان شاء الله، بس شهر شهرين وهتتفرج عليها ان شاء الله. بس البقره طبعا اللي يشفع لها ان وراها عجل ما شاء الله كويس، ابنها اهو ده ابنها ذكر تبارك الله عليه، نظيف حلو، عمره حوالي 3 اسابيع، داخل في الشهر يعني كمان، بس هو يخف من الشهر شويه. هي سرته وقعت طبعا عشان تكون عندك العلم. شوف السره بتاعت ده الحبل السري، من باب العلم ده الحبل السري ده لسه قاعد اهو، ده ما كملش اسبوع، ده ما كان ليه امه بتنظف. اما ده لا، السره وقعت، ده ابن شهر تقريبا، اقل من شهر، يسيب من الشهر. لا دي ممكن فاتت، دي فايته شهرين، وطبعا انها ما كانوش بيرضعوها كويس، ممكن داخله في الثلاث شهور، بس ما توصلش 3 شهور، 60 يوم 65 يوم في الرينج ده كده، النتايج الكبيره دي. المهم طبعا قلت من باب العلم بالشيء، من باب اللي حابب يتابعنا والناس المتابعين وحابب يعرف يشوف البقره هنعمل ايه، تابع معانا. طبعا ده لو البقره قعدت، عشان البقر معروض للبيع، فلو اتباعت معلش موجوده بنتابع معانا، هنشوف ازاي تتخلص من الجراد. شايف الجراد؟ بس يا حبيبي بس، شايف الجراد؟ بس بص ركز، الجراده هي باينه واضحه، بس انا اوريك ازاي تتخلص من الجراد اللي كل المزارع بتعاني منه، واضح اهو كميات كبيره بس البقره خايفه. ازاي تتخلص من الجراد، ازاي هتعمر كرشها وهتاكل، شوفها كده قدامها الدريسه وبتاكل الدريسه هي حاليا، وبعلفهم بس هي عارفه خايفه لسه عشان مش متعودين على علف نفس الغنم، اللكمه بتاعتهم لكمه شديده، هتتألف واحدة واحدة وهتتجرع، تاخد طفيليات دم وتاخد ايفوماك وكل حاجة بالتفصيل ان شاء الله مع بعض اذا الحاجة قعدت. فاللي حابب يتابع ان شاء الله يتابع معانا، وان شاء الله كل حاجة بالصوت والصورة ان شاء الله. لو خلال يومين ما تباعوش هنبدأ نجيب كورس العلاج بتاعهم كامل، لان كورس العلاج بتاع الثلاث بقرات ده ممكن يكلف 500 جنيه، اللي هي اللي يعتبر علاج الطفيليات عموما، طفيليات داخليه وخارجيه وطفيليات الدم، عشان تتخلص من طفيليات داخليه وخارجيه وطفيليات الدم
الثلاث بارات دول عشان كرسي كامل كده يعني ممكن يدخل في ومعهم الجاموسه الاربعه ممكن يخش في ال 500 جنيه تقريبا على حسب اصناف. طبعا في انواع غاليه، ايفون ماك امريكي السنتي الواحد ب 15 جنيه من 12 ل 15 جنيه السنتي. البارة بتاخد لو هي مثلا 350 كيلو بتاخد 7 سنتي يعني بتاخد 75 جنيه ابره ايفون ماك واحده، بتتعاد لسه بعد 20 يوم ابره ايفون ماك ب 150 جنيه بس للبقره الواحده. لو جبت امريكي في اردني في مصري ففي انواع كتيره. الاردني العلبه كامله 50 سنتي ب 160 جنيه، ففي ادويه كتير واسعار مختلفه كتير. المهم عشان ما اطولش عليكم انا حبيت نوريكم الحاجات الموجوده حاليا عشان اللي حابب يتابع معانا. هندخل شويه بره الغنم، هندخل شويه في المواشي. تابع معانا ان شاء الله عشان يوصلك ان شاء الله كل ما هو جديد ومفيد. انتظرونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، بدايه العلاج ان شاء الله، بدايه التخلص من الطفيليات من ضمنها الجراد. طبعا الجراد تبع الطفيليات الخارجيه وهو المسبب الاساسي لطفيليات الدم. مش هنحرق الفيديوهات الجايه، تابعونا ان شاء الله وانتظروا الفيديوهات الجايه جديده ان شاء الله ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.